السلام عليكم طلابنا، هذا الجزء الرابع من المحاضرة السادسة، طرق التكامل Techniques of Integration. هسه هنا راح ناخذ مثالين أخرى، المثال السادس هذا أمامكم والمثال السابع. هذا هنا هو جدينطي، بالحقيقة هو دي يحكي عن الـ Definite Integrals by Part. Definite Integrals يعني أنت لا تدخ بالاسم، شفت الاسم Definite Integrals مو فد شيء، هذا نفسه انت اللي ماخذه بالصف السادس الاعدادي او الخامس، يمكن لا بالسادس. هو التكامل المحدد، التكامل المحدد اللي ما يطلع عندنا ب زائد سي، لانه هذا راح يحذف، يعني يصير زائد سي وناقص سي، فواحد ياكل الاخ يروح هذا ويا هذا. فهو نفس التكامل المحدد، لا تخافون من الاسم Definite Integrals، مجرد يعني تكامل بحدود. انتهى الموضوع. نجي نشوف مثال، يعني هو نفس الموضوع بعدنا احنا، تكامل باي بارتس او طرق التكامل، اول طريقة من طرق التكامل Techniques of Integration. هذا المثال يقول اوجد لي المساحة اللي موجودة تحت الخط المظلل، يريد هاي المساحة. اوكي، هاي المساحة الحدود مالتها من الصفر الى اربعة، من الصفر الى اربعة. اوكي، يعني انا اسوي التكامل طبيعي عادي، اسوي تكامل، تكامل x e to minus x dx، لكن اخلي حدود للتكامل هي من الصفر الى اربعة. من اخلص التكامل مثل ما تعلمتوا انتو بالسادس، يعني لا تدخون بي، لا تدخون بي، يعني انا اول جزء اسويه لازم احط له تكامل هذا مثل هنا، وبعدين التكامل الاخ هم احط له حدود، لا تدخون بي، طلعوا الناتج كله بالاخير وبعدين سووا حطوا له حدود تكامل من الصفر للاربعه. اوكي، هسه راح نشوفه، هذا هسه راح نشوفه. y تساوي x e to minus x، نفتح صفحه جديده ونشوف التكامل اكزامبل 7. عفوا اكزامبل 6، هذا اكزامبل 6. يقول find the area of the region bounded by curve y يساوي x e to minus x، يعني تكامل x e to minus x dx من الصفر الى 4. احل التكامل بشكل عادي. زين، هذا التكامل اني ابسط شيء لي بالباي بارت، اقول اليو تساوي اكس، اذا du تساوي دي اكس. اوكي، الباقي هو دي في، الباقي هو دي في اللي هو يساوي اي تو ماينس اكس دي اكس. تكامل هذا الدي في هو الفي، ويساوي مثل ما قلت لكم هنا مال التكامل مال الاكسبوننشال اي تو كي اكس، قلت لكم التكامل مالته، التكامل مالته في اول مقطع من المحاضرة قلت لكم هذا واحد على كي في اي تو كي اكس. اوكي، فهنا الكي مالتنا، خلي اغير لك اللون بالازرق، الكي مالتنا هي بس ناقص واحد. اوكي، فيصير الناتج ناقص واحد في اي تو ماينس اكس، انتهى. اوكي، هسه التكامل شنو ناتج التكامل؟ يصير يو في ناقص انتجرال في دي يو. اوكي، يو يعني يصير يساوي يو في اكس في يعني ناقص اكس اي تو ماينس اكس ماينس انتجرال في دي يو. في من هي؟ هي هذه ناقص اي تو ناقص اكس، دي يو من هي؟ هي دي اكس. اوكي، هسه هذا الناقص يطلع برا، فيصير يساوي ناقص x e to ناقص x زائد تكامل e to ناقص x dx. هذا التكامل مالته شنو هسه سويناه؟ يعني بس الناقص يطلع برا خلاص، يعني ناقص x e to ناقص x صير ناقص e to ناقص x. هسه احط له الحدود، هسه احط له الحدود من الصفر الى اربعة. اوكي، يعني مثل ما تعلمتوه بالسادس، ويساوي اول شيء اعوض الاربعة بكل اكس، يصير ناقص اربعة اي تو ناقص
أربعة ناقص E2 ناقص أربعة. أوكي؟ ناقص الساعة عوض الصفر يصير صفر ناقص E2 صفر. أوكي؟ عوضنا حدود التكامل وتساوي. هذه إيش تساوي؟ هذه تساوي ناقص خمسة E2 ناقص أربعة. أوكي؟ لأنهم الشابهات ينجمعن. ناقص ناقص يدخل هنا هذا الصفر راح فصير ناقص والناقص زائد واحد. ليش؟ لأنه كل شيء الأس مالته صفر هو واحد. أوكي؟ فصارت بهذا الشكل. يعني أقدر أكتبها واحد ناقص خمسة E2 ناقص أربعة. أوكي؟ عوضها بالحاسبة شوف إيش قد تصير. شوفوا خلي نحسبها إحنا بالحاسبة. خلي نروح للحاسبة. هاي الحاسبة. باوع شو تقول؟ أنا عندي واحد ناقص خمسة في إكسبونينشال. وين الإكسبونينشال؟ هاي الإكسبونينشال منو؟ الناقص أربعة. إكسبونينشال أوف ناقص أربعة. أوكي؟ يساوي 0.908 يعني تقريبا 0.91. إذن الناتج يساوي تقريبا 0.91. أوكي؟ هذا المثال السادس كان. خلي نحل المثال السابع. example 7. شو يقول example 7؟ يقول اريد توجد لي تكامل x تكعيب لن x dx. اوكي، حدود التكامل من 1 الى exponential. exponential يعني معناته exponential اس واحد. اوكي، يعني هذا فد رقم عادي الاكسبونينشال اس واحد. هسه اذا تروح للحاسبه بس اكتب له اكسبونينشال وينها خلي نصفرها اكسبونينشال. يعني لا تدوخون من هاي الاشياء تخترعون من تشوفون هيك اشياء، لا ابد. فالشي سهل، اكسبونينشال اس واحد هي 2.7 يعني تكامل من 1 الى 2.7، مو فد مشكلة. بس هذا 2.7 رقم كبير كلش، فرمز له E يعني exponential. اوكي، فلا تدخون من هذا الموضوع. زين طلابنا، ابسط شيء اني الي هسه اليو هي لن اكس. اليو اعتبرها لن اكس. دي يو شو تساوي؟ 1 over x دي اكس. اوكي، ايش بقى لي؟ دي في. دي في هي الباقي اللي هي اسف هذه اكس تكعيب ويا دي اكس. اوكي، تصير تساوي اكس تكعيب دي اكس. هسه الفي هي تكامل الدي في، شو تساوي؟ اكس اس 4 على 4. اوكي، هسه يو في ماينس انتجرال في دي يو ناتج هذا التكامل. يو في، اليو هي من هي؟ لن اكس في في. يو في يعني اكس اس 4 على 4 ماينس انتجرال منو؟ في دي يو يعني 1 على اكس في اكس اس 4 على 4 دي اكس. اوكي، أبسطها وتساوي x أس 4 على 4 لن x ناقص 1 على 4. هاي تطلع برا 1 على 4 تكامل. هاي x، x أقدر أختصرها، x هذه أنا أقدر أختصرها. شو تصير باوع؟ يعني هذه x أس ناقص 1 و x أس 4 عند الضرب تجمع الأسس. إذن هذه شو تصير؟ x أس 3، مو صحيح؟ إذن x أس 3 دي x. أكمل التكامل، تكامل هذه سهل. هسه تساوي x أس 4 على 4 لن x ناقص 1 على 4 في تكامل هذه اللي هي 1 على 4 في x أس 4. أوكي، أدخل الواحد على 4 جوه
وتساوي x أس 4 على 4 لن x ناقص 1 على 16 x أس 4. هسه أخلي حدود التكامل اللي هي منين؟ من الواحد إلى e، من الواحد إلى e exponential. في كل x أخلي exponential، وبعدين في كل x أخلي 1 بيناتن طرح، وتساوي exponential أس 4 على 4 أوكي لن 4 عفوا exponential لن الإكسبونينشال ناقص 1 على 16 في إكسبونينشال أس 4 ناقص هسه 1 على 4، يعني هسه كل إكس عوض بداله هالمرة 1، يعني 1 أس 4 على 4 لن 1 ناقص 1 على 16 في 1 أس 4 أوكي. هذا طبعا لن الواحد هو 0، لن الواحد هو 0 أوكي. خلينا نبسطها وتساوي إي أس 4 على 4 لن إكسبونينشال أوكي ناقص 1 على 16 إي أس 4 تصير زائد 1 على 16، يعني هاي الأقواس بعد ما لها داعي أوكي. هسه هذه لن الإكسبونينشال شن هي؟ لن الإكسبونينشال باوع أجي على اللن، هاي اللن، لن منو؟ الإكسبونينشال اللي هي إي أس 1، سد القوسين شوف شو يطلع 1، لأنه وحدة عكس اللخ، وحدة عكس اللخ يا طلاب، اللن هي عكس الإكسبونينشال، فإذا هذه تروح تصير 1، اشبقى ويساوي 1 على 4 إي أس 4 ناقص 1 على 16 إي أس 4 زائد 1 على 16. تريد تبسطها، تريد رأسا تطلع، الثاني هنا أنا أقدر أوحد المقامات وأطلع الناتج زين. فالمهم بس عوض بالحاسبة، وأنا شوفتك هسه شلون تعوض بالحاسبة وشوف الناتج إيش قد يطلع. بالتوفيق إن شاء الله.